شيخنا أبو سلمان من السعودية يسأل ويقول: بالنسبة للمال المرصود للبناء للسكنة وكذلك لتزويج الابن إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ نعم، المال ولو كان مرصودا لبناء بيت أو لزواج أو لحج أو لعلاج أو غيره من الأمور، فإذا دار عليه الحول وبلغ نصابا فإنه يزكى. نعم.